السلام عليكم، اهلا بكم في شادو ميدي، معكم كريم طارق وحلقه جديده هنتكلم فيها ان شاء الله عن الاعلان الاول للحلقه ال11 من الموسم الرابع لمسلسل الحفره. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وبالاخص لاني شغال على حلقه ان شاء الله هتبقى عن الابداع التمثيلي لاراس بلوت انيملي، بالاخص في دور ياماش. والحلقه دي انا عامل عليها مجهود كبير جدا، فان شاء الله هتعجبكم وتبقى بالمستوى اللي في مخيلتي، وان شاء الله يعجبكم. فيعني يا ريت تفعل زر التنبيهات عشان تكون من اوائل الناس اللي وصلك اشعار بالحلقه اول ما تنزل، لان هنزلها قريب ان شاء الله، وان شاء الله تكون تعجبكم. الحلقه العاشره كانت انتهت بان هم سرقوا ذهب شتاي وذهب الارض وخلاص، ويعني وتوقعنا بقى ان الحلقه اللي بعدها اللي هي المفروض الحلقه ال11 هتبقى قويه جدا، وانتقام شتاي بقى وهتبقى حاجه جامده جدا. ولكن فوجئت من الاعلان ان مفيش اي حاجه عن الانتقام ده موجود، حتى في الصور الرسميه للحلقه غالبا مش هيبقى في حاجه صريحه. فلكن ظهور شخصيه جديده وهي نامق، اللي هو والد الولد اللي هو ياماش وفرطولو ظبطوه ده عشان خاطر البنت اللي من الحفره اللي كان ضربها. بان من الاعلان ان نامق شخصيه قويه، وفي نفس الوقت برضه بان في الاعلان ان جينكيس هيبقى وراه ضد الحفره، وقالها لياماش صريحه كده. حتى ياماش لسه كان هيقول له انت وعدتني بحمايه الحفره، قال له ما فيش وعد ولا في كلام، اللي هو لا خلاص يعني هيبقى ورا نامق، ونامق هياخد بطاره يعني هياخد بطاره. وشفنا برضو ان رجاله نامق ضربت الحفره، ودي حاجه انا يعني انا الحته دي تعتبر نقص شويه. المفروض ان في شباب على اسطح الحفره بيلمحوا اي حد جديد بيخش، ازاي ناس هتخش وتضرب النار؟ ودي حصلت اكتر من مره، ودي حاجه شايفها نقطه ضعف شويه في المسلسل، ان انت مبين ان الحفره ده ما فيش حد يقدر يخشه، ما فيش دبانه تقدر تخشها، بس لما بتعوزوا ان انت حد يضرب الحفره بتدخل لي ناس، وبتلاقي لها مخرج وبتدخلها. فانا شايف ان الحته دي تناقض شويه، يعني على الاقل هات لي ان هم بيجروا من الناس والناس بتاخد خبر اول باول وتدي الخبر، ولكن انا شايف دي لسه نقطه ضعف في المسلسل. برضه المسلسل زي الفل، والعشر حلقات اللي فاتوا اقوياء وفيهم حلقات قويه ومية مية، ولكن مش نفس المستوى اللي انا مستنيه الحلقه العاشره. يعني وصلنا للحلقه العاشره ومفيش اي كلام على سر مليحه، اللي هو اصلا المفروض يبان له ملامح بقى، انت بتمهد له من بقالك اكتر من موسم. برضه العم جمالي مهدت له وعملت له، بعدين الموضوع نام شويه، فانا كنت مستني يعني حاجه بقى تحصل في الموضوع ده. طبعا العم جمالي وخليل ابراهيم اكيد مش هيظهر عنهم حاجه غير بدايه من الحلقه الجايه، لان هما تقريبا ربطوهم بشخصيه فارتولو اللي سافر له افغانستان. وطبعا فارتولو خلاص مؤكد غيابه عن الحلقه القادمه، برضو الحلقه ال11، لكن هيرجع في الحلقه ال12. بس انا كنت حابب على الاقل تدي نبذه عنده، حتى تظهر شخصيه نديم في الحلقه، بحيث تدينا مثلا حماس وترقب للاحداث. ولكن خلاص هدوا اللعب خالص، وبالاخص بقى سر مليحه، حتى كنت هات لي كلمه عنه اي حاجه يعني تحسسني ان هو لسه موجود، ولكن برضه ما زال التعتم عليه. تاني حاجه انا حاسس ان هو بيمط في يعني ايه في العداوه اللي ما بين الحفره وما بين عيله اردنس، فانت كل شويه تدخل لي حد في النص، عدو جديد في النص، اخرهم نامك ده اللي هيدخل، برضه نامك هياخد له من الحيز حلقه حلقتين، برضه يبقى الاردنس وراه. ما دخلتيش لسه صراع مباشر ما بين الاردنت وما بين الحفره، وده بيؤكد ان الاردنت مكملين معانا لاخر الموسم، ومش هيظهر حد جديد ولا عدو جديد، هيبقى في بينهم عداوه كبيره، وان ده خلاص هي نهايه الموسم هتبقى بينهم هما الاثنين. وانا ما كنتش حابب كده، انا كنت حابب ان الاردنت ينتهوا بدري بدري ويظهر عدو جديد او حماس جديد وحماس اكتر، لان حاسس خلاص بمط في الاحداث، وخصوصا ان شخصيه جينكيز مش زي ما كنا متوقعين، شخصيه هاديه شويه مش زي الجبروت اللي يعني ايه ان مهدوا ليه ونوهوا لنا عنه من الموسم الثالث. ولكن برضو لا يزال دي نقط حروف نقط ضعف شويه وحاجات بسيطه، ولكن لا يزال المسلسل محافظ على رونقه ومحافظ على حماسه بسبب اداء الشخصيات الكبيره. وشفنا في الاعلان ان تقريبا ياماش خلاص بدل فارتولو بسليم لمده الحلقتين دول، بس ان هو هيقول لسليم الاخبار لما بيقول له العاصفه جاءت، خلاص اللي هو بيعرفه ان نامق ناولها للحفره وان جنكيز هيقف وراه. فيعني بصراحة الحلقات ما يعني نقول طعمها ناقص كده من غير فارتولو، لكن هيرجع الحلقة الجاية إن شاء الله. في انتظار رجوعه وفي انتظار الإعلان التاني للحلقة ال11، أما نشوف يمكن يدخلوا لنا حاجة حماس أكتر، لأن بصراحة حاسس حتى إن في الإعلانات بقت ضعيفة شوية، مستوى الإعلان ما بعدش
زي مستوى الاعلان في الموسم الثالث خالص، فالاعلان ضعيف، اللي هو ما حمسنيش اكتر للحلقه يعني، اللي هو عادي حاجه تمام، مش حاجه تخليني قاعد مستني الحلقه بفارغ صبر زي ما كنا متعودين من اعلانات الحفره. فاتمنى ان الاعلان التاني يديني الايحاء ده ويديني الحماس ده، وادينا مستنيين. بس كده كنت انتهت حلقتنا النهارده وتعليق على الاعلان ده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.